لن تصدق ماذا فعل هذا الشاب مع زوجة أبيه حتى أغضب الله سبحانه وتعالى، وكيف كان انتقام الله له. مرحبا بكم من جديد. كان هناك زوج يعيش مع زوجته في أمان الله، وكان يلبي لها جميع احتياجاتها المادية والنفسية والاجتماعية أيضا، حتى رزقهم الله تعالى بابن حتى يحمل اسمه فيما بعد. وبالفعل تربى هذا الابن بين والديه حتى أصبح في سن الثانوية العامة، وهذا هو السن الذي يبدأ فيه الشاب حياته العاطفية والرومانسية. وهناك من الشباب في هذا السن أيضا من يلجأ إلى معرفة كل شيء عن الجنس الآخر ويدخلون في علاقات معهم، ولكن هذا الشاب لم يكن له أي علاقة مع أي فتاة، حيث كان يركز في الأمور التعليمية فقط، ولكن كان هناك أصحاب السوء الذين ظلوا يتحدثون معه عن الفتيات وعن ماذا يحدث معهم. ولكن أثناء كل هذا كان يخزن هذا الشاب هذه الأفكار في داخله، ثم يجلس مع نفسه ليلا وهو يفكر ويتأمل في مثل هذه المحرمات التي زرعها له أصحاب السوء الذي يعرفهم ويجلس معهم. ولكن في وسط هذه الأمور شعرت أمه ببعض التعب نظرا لتقدمها في السن، وذهبت إلى عدة أطباء ولكن دون فائدة، حيث قد قابلت وجه كريم. وظل الأب والابن بمفردهما في المنزل، وكان والده أيضا متقدما في العمر، ولكن بعد عدة شهور من وفاة والدته تفاجأ بوالده وهو يقول له إنه سوف يتزوج من امرأة أخرى حتى تعوض غياب أمك في المنزل. فانهار الشاب على والده بأن لا توجد امرأة في العالم كله من الممكن أن تعوض غياب أمي، ورفض رفضا تاما وترك المنزل وهرب. وظل الأب يبحث عن ابنه حتى وجده، وحذره الجميع من هذه الزيجة بأنها من الممكن أن تهدم حياته وحياة ابنه، ولكنه لم يقتنع أو يسمع إلى كلام أحد على الإطلاق. وبالفعل تم زواجه من فتاة صغيرة في العمر، حيث كانت تكبر ابنه بعدة سنوات قليلة، وجاء بها حتى تعيش معه ومع ابنه في ذات المنزل. ولكن بعد عدة شهور من هذه الزيجة بدأ أصحاب السوء يتحدثون مع هذا الشاب بأنه من الممكن أن يجرب ماذا يحدث بين أي شاب وفتاة، وذلك عن طريق زوجة والده التي تقاربه في العمر. فرفض الشاب وقال كيف أفعل هذا مع زوجة والدي؟ فقالوا له أصحاب السوء إنها لو كانت فتاة صحيحة فكانت رفضت أن تتزوج من والدك الذي هو في عمر والدها. فاقتنع الشاب بكلام أصحابه وذهب إلى المنزل وجلس يفكر كيف يفعل الحرام مع زوجة والده، وهل يقول لها أولا أو ماذا يفعل. وجاء يوم وسافر والده في مكان بعيد حيث يأخذ اليوم كله، أو من الممكن أن لا يعود هذا اليوم ويظل إلى اليوم التالي. فاستغل الشاب هذا التوقيت وجلس مع زوجة والده وقال لها سوف أقوم بعمل كوب من الشاي، هل تشربي معي؟ فوافقت على أنها تشرب معه كوب من الشاي. وبالفعل قام الشاب بعمل الشاي، وقام بوضع مخدر في كوب زوجة والده، وقامت بشرب الشاي ثم غابت عن الوعي تماما، حتى قام الشاب بفعل الحرام معها. وبعدما قامت زوجة والده علمت بكل ما حدث لها، فتحدثت معه وقالت له لماذا فعلت هذا؟ لو كنت قلت لي كنت وافقت على ذلك. ففرح الشاب جدا، وقامت هي هذه المرة بعمل الشاي، وبعدما شرب الشاي شعر بألم شديد في بطنه، حيث كانت المفاجأة بأن زوجة والده قد وضعت له سم في كوب الشاي حتى يفارق الحياة. وقالت له إن الشاب الذي مثلك والذي يفعل ما فعلته لم يستحق الحياة. وبالفعل تم خراب المنزل كما حذر الجميع الوالد من هذا الأمر، ولكنه رفض وذهب وراء رغباته ونزواته الدنيوية الذي وصلت به إلى خراب منزله. اللهم ارفع عنا غضبك وسخطك يا رب العالمين، واجعلنا نزهد في هذه الدنيا حتى يكون مأوانا الجنة. آمين يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم. شاهد امرأة يهودية قامت بالاستهزاء على عيد الأضحى المبارك أمام الجميع. لن تصدق ماذا حدث. ولكن عزيزي المشاهد قبل أن نبدأ، ضع لايك إذا كنت مسلما، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. والآن هيا بنا لننطلق.
كانت هناك امرأة يهودية ذاهبة إلى المملكة العربية السعودية مع وكيل أعمالها حتى تتم صفقة عمل لها، وبعد إتمام الصفقة ذهبت مع وكيل أعمالها حتى تتجول بالسيارة في شوارع المدينة، وأثناء تجولها بالشوارع نظرت إلى الجميع وهم يذبحون العجول والخرفان في الشوارع للأضحية بها في عيد الأضحى المبارك. فعندما سألت هذه المرأة عن ماذا يفعلون هؤلاء، فقالوا لها إنها أضحية العيد عند المسلمين، فكل واحد يقوم بذبح خروف في بيته. فعندما سمعت هذا الكلام قالت بكل استهزاء: لا بد أن أقوم بشراء خروف وذبحه مثل الجميع. وضحكت ضحكا هستيريا وذهبت إلى الفندق التي تمكث فيه، وفي صباح اليوم التالي لتلك الواقعة وهي تتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي شاهدت خبر بأن هناك سيدة أرملة ولديها أطفال وتحتاج إلى من يتكفل بها ويعطيها خروف لتذبحه في العيد. فأرسلت إلى وكيل أعمالها وقالت له: اذهب واشتري خروفا كبيرا وبعض ملابس الأطفال وقم بتوصيلهم إلى هذا العنوان، وذلك إلى المرأة التي كتبت هذا الإعلان. وقالت له: عندما تسألك من أرسل لي هذه المعونة قل لها الشيطان، فإن قبلت هذا فسوف أقوم بتصوير هذا الموقف ثم أقوم بنشره لتشويه صورة الإسلام. وبالفعل عمل وكيل أعمال هذه المرأة كل ما طلبت منه، وأخذ معه الكاميرا حتى يقوم بتصوير ماذا يحدث. وعندما فتحت له الأرملة قال لها: أنت من قمت بإعلان أنك تحتاجين إلى كبش العيد؟ فقالت له: نعم. فأعطها الكبش والملابس أيضا، ولكن الصدمة أنه انتظر كثيرا حتى تسأله: من تبرع لي بكل هذا؟ ولكنها لم تسأله وظلت ترفع قلبها إلى السماء وهي تشكر الله تعالى. فقال لها وكيل الأعمال: لماذا لم تسأليني من أين لك هذه التبرعات؟ فنظرت إليه هذه الأرملة وهي تبتسم وقالت له: لأني طلبت هذا من الله تعالى، وأنا أثق إن أراد أن يسمع لي فيقوم بتسخير الشياطين حتى تخدمني. ففاضت عين وكيل الأعمال بالبكاء وقال: حقا إنك امرأة مؤمنة ولم أجد مثلك أبدا من النساء. وذهب إلى المرأة التي يعمل معها فقالت له: هل قمت بتصوير هذه الأرملة وهي تأخذ التبرعات وهي تعلم أنها من الشيطان؟ فأعطاها الكاميرا وهو يحاول أن يمسح دموعه قبل نزولها، فأخذت المرأة الكاميرا وجلست تشاهد الفيديو، ولكنها كانت لم تصدق ماذا يحدث مع هذه المرأة، فندمت على ما فعلته معها وقالت لوكيل أعمالها: اذهب واشتري خرفان كثيرة لجميع المحتاجين حتى يقومون بالأضحية في عيد الأضحى المبارك، وإنني منذ هذا اليوم لن أقوم بالاستهزاء على أحد ولا على دين أحد. وكان يسمع بعض الآيات في بعض الأحيان حتى تذكر الآية الكريمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لكم دينكم ولي دين.